عيب عيب عيب، وما تقولش شروط، عيب عيب. ايه يا عم الحاج اللي انت بتقوله ده شروط؟ زي ما انت كده عمال تقول لي ايه الزمالك 200 مليون يا ابني. انا طلعت لك ماده من القانون بتقول لك انه يجوز وزاره الجهه الاداريه المعنيه والمختصه ان هي تعمل تدي اعانات للانديه لاستكمال منشاتها وادواتها والكائنه منها. ما حددتلكش تدي قد ايه، مش قرض. القرض ده اي اجراء مالي لازم توافق عليه الوزاره، واتكلمنا في القصه. اي اجراء مالي توافق عليه الوزاره، هي الوزاره هي اللي هتضمن ولا البنك؟ البنك هو اللي بيعمل اجراءات وتسدد ما تسددش، هتسددها ازاي؟ طب عليك فلوس ولا مع، يعني دي اجراءات البنك. لكن انا اديتك الموافقه كوزاره انك ايه اجراءك المالي في طلب قرض من البنك اجراء سليما.